مساء الخير والصحة على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة دريم وفقرة جديدة في دريم كلينك. يمكن النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيهم ناس كتير هو موضوع المية البيضاء. هنتكلم كمان عن الأجهزة الحديثة وأكيد لازم يكون في معانا جراح شاطر وعنده كمان مهارات خاصة. النهاردة هنتكلم عن موضوع المية البيضاء، نعرف أسبابها وتكونها وأحداث عملية لإزالة المية البيضاء. يسعدنا أن يكون معايا النهاردة أستاذ دكتور محمد حامد، أستاذ جراحات العيون بكلية الطب وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا. أهلا بك يا دكتور. أهلا، إزاي حضرتك؟ في البداية دكتور عايزين نتكلم عن سبب تكون المية البيضاء، إيه أسبابها؟ هي المية البيضاء عبارة عن إيه الأول؟ هي عبارة عن عتامة في عدسة العين، يعني عدسة العين الطبيعية دي حاجة شفافة جدا ليها تركيب معين زي العدسة بالظبط، بحيث أنها تنقل الصورة وتركزها على الشبكية عشان الصورة تبقى الإنسان يشوفها بوضوح زي الكريستالة بالظبط. لما بيحصل فيها عتامة تبتدي الرؤية تقل. إيه اللي يخلي فيها عتامة؟ إيه اللي يخليها هي تعتم كده؟ في مجموعة أسباب كتير زي الإصابات وزي الالتهابات اللي بتحصل في العين وكده، لكن السبب الأهم الحقيقة أو القطاع الأكبر من الناس اللي بيجي لهم مية بيضة هم كبار السن. فإحنا بقينا نقول بدون ما يكون في أسباب مرضية في العين ولا في الشخص، شخص صحته كويسة وعينيه سليمة وطول عمره بيشوف كويس وعينيه خالية من الأمراض، بس بعد سن معين تبتدي العدسة دي تعتم ونقول جاله مية بيضة. الموضوع ده درس كتير وعلى مدار السنين ملوش سبب محدد، فبقينا نقول ده أحد مظاهر شيخوخة النسيج، يعني عدسة العين حصل فيها ايجينج، يعني مظهر من مظاهر الشيخوخة، هي فتعتم تعتم الرؤية تبتدي تقل لأن الإضاءة والصورة ما بتوصلش داخل العين كويس ونقول الشخص جاله مية بيضة. بالظبط. طب إيه الأعراض يا دكتور اللي بتظهر على الشخص اللي عنده المية البيضة؟ النظر بيبتدي يقل، يعني هو الشخص متعود على نظر معين سواء بالنظارة أو من غير النظارة، في سن معين المفروض مقاسه ثابت، بيلاحظ أن نظره بيقل بالتدريج وبسرعة، وابتدت تتكون شبورة قدامه، مبقاش شايف الصورة بوضوح. ساعات اللي لابس نظارة يلاقي نفسه كل شهرين تلاتة عايز يروح يغير النظارة ومقاسه يتغير، لو الدكتور ما خدش باله قوي يلاقي كل شوية عمال نظره يتدهور ومقاس النظارة بيتغير وفي النتيجة برضو مش شايف كويس. ده أحد أهم الصور أو المظاهر اللي هو الشخص يكتشف إن هو عنده مية بيضاء، نظره بيقل بالتدريج لأن هي مش بتتكون بسرعة، هي بتاخد شهور على ما تبتدي تزيد في الكثافة، فعلى مدار الشهور هو عمال يحس إن كل شوية نظره بيقل. بالظبط. طب دلوقتي كان في عمليات يمكن بتتعمل زمان للمية البيضاء، فعايزين نعرف العملية بتاعت زمان في المية البيضاء ودلوقتي وإيه الفرق كمان ما بينهم. هي فكرة العملية ان احنا نشيل المية البيضة. نشيل المية البيضة زمان ما كانش في حل غير ان احنا نشيل عدسة العين خالص. يعني نشيلها نفتح فتحة كان حجمها كبير نسبيا، يعني الجرح حوالي 10 ملي يعني سنتي تقريبا، وده في العين جرح كبير، يعني العين على بعضها قد ايه يعني. ونطلع العدسة ونزرع عدسة صلبة مكانها برضو بتخش من خلال الفتحة الكبيرة اللي احنا كنا فاتحينها دي. ده كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل جرح، يعني في غرز كتير. عشان نعمل العمليه دي لازم نقعد نحضر المريض قبلها بفتره، صدره يبقى كويس وما بيكحش والسكر كويس، ولو عنده مشاكل في الكبد والكلى والقلب وكل الكلام ده، وكانت غالبا بتعمل بنج عمومي، والمريض دوت سنه كبير اصلا يعني غالبا عنده مشاكل تانية كمان في جسمه في حاجات تانية. فكان تظبيط المريض نفسه علشان نحضره للعمليه كان بياخد وقت. النهارده الجديد اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل عمليه من خلال فتحه 2 ملي بالظبط، صغيره جدا طبعا، وما بتحتاجش خالص لا غرز ولا تتخيط ولا حاجه. فلما بنخلص العمليه احنا كاننا في الحقيقه ما فتحناش العين خالص. يعني العين لا اتجرحت ولا خدنا فيها ولا غرز ولا خياطه ولا حاجه. دي عملت ايه؟ خلت اولا ما فيش تحضير للمريض طويل، لان احنا الحقيقه ما بنعملش حاجه لا هتنزف ولا كده، فمش محتاجين نقعد نظبط في الضغط والسكر والكلى والكبد والقلب وكل الكلام ده، بياخد فترات طبعا طويله وبتبقى احيانا صعب جدا انها تتظبط للاخر يعني. وقت العمليه قل خالص، كان زمان بيوصل ساعه وساعات اكتر، دلوقتي زي ما يمكن هنشوف في الفيديو اللي احنا هنعرضه العمليه بفضل الله بتاخد معانا بالظبط 5 دقائق. 5 minutes، وده
ده وقت قصير جدا. اضاف كمان العمليه ان احنا ما بقيناش محتاجين بنج زي كنا بنعمله زمان، بنج موضعي خفيف، او حتى ممكن نعملها من غير بنج خالص، من خلال قطره كده، بنج موضعي قطره بس، مش محتاجين اكتر من كده. طالما ما فيش جرح وما فيش غرز وما فيش خياطه والكلام ده كله، فتره النقاهه بعد العمليه اقصر بكتير. احنا بقينا نقول للمريض اول ما تروح تشيل الغطاء من على عينك وتمارس نشاطك في نفس اليوم، وعلى اخر اليوم بتبقى الزغلاله قلت خالص وتقدر تنزل شغلك تاني يوم. في ناس بينزلوا شغلهم في نفس اليوم بالليل. يعني قصدي اقول فتره النقاهه، لان العمليه نفسها لا خدت وقت وهي نفسها ما فيهاش اجراءات كبيره وما فيهاش لا خياطه ولا جرح ولا كلام ده، فخلت فتره النقاهه بعد العمليه اقصر بكتير، وده اضاف كتير لان المريض يقدر يمارس نشاطه من غير ما يتعطل فتره طويله قاعد في البيت. كان بيحتاج يقعد على الاقل اسبوعين وعينه حمراء وبتشك وفي غرز ودموع وكلام كده. احنا معانا كمان فيديو يا دكتور عن عمليه المايه البيضاء للدكتور محمد حامد، هنطلع نشوفه ونرجع لكم مره ثانيه. العمليه تحت مخدر موضعي زي ما شايفين كده، دي الاجهزه اللي احنا بنشتغل بيها. الاجهزه دي الحقيقه يعني احدث اجهزه حاليا لشيل المايه البيضاء بالتقنيه اللي احنا بنحكي عليها، اللي هي نوع من الطاقه الهدف منه ان هو يفتت المايه البيضاء في مكانها من غير ما نحتاج نعمل فتحات عشان ازاله المايه البيضاء. وزي ما هنشوف دلوقتي نوع العدسه اللي بنزرعها بنحقنها من خلال انجكتور، يعني بتخش من خلال حاجه بتتحقن وهي نفسها بتفرد نفسها جوه العين وتاخد الوضع الطبيعي والشكل الطبيعي بتاعها في نفس المكان اللي احنا عايزين نحط فيه العدسه. استاذ سامي بنعمل له عمليه الميه البيضه بالطريقه اللي احنا بنحكي عليها. واحنا لسه عاملين له العين الاولانيه يوم الاربع، والنهارده السبت بنعمل له العين الثانيه، لان العين الاولانيه ما بتاخدش فتره نقاهه، محتاجه وقت طويل عشان نعمل العين الثانيه. هو في نفس اليوم بيروح يشيل الغيار على طول من على عينه ويقدر يمارس نشاطه من نفس اليوم، وتاني يوم بينزل يشوف مصالحه ما بيتعطلش عن حاجه خالص. مش كده يا استاذ سامي؟ احنا بنفصل الميه البيضة من الكبسوله اللي جوه العدسه علشان نسهل تفتتها في مكانها باقل قدر من الطاقه، وعشان العمليه نفسها ما تاخدش وقت خالص. ده البروب او السن اللي احنا بنفتت بيه الميه، وهو سن رفيع قوي دقيق قوي، بنخش من خلال فتحه صغيره قوي بالظبط 2 مللي. دي عمليه التفتيت زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده الميه اتفتتت كلها واتشفطت، واللي فاضل ان احنا نعمل عملية تنظيف بسيطة ونزرع العدسة. مقصود ايه بكلمة تنظيف؟ ان بواقي المية البيضة البسيطة ننظفها بالكامل، بحيث ان ما يتفضلش اي بواقي ممكن فيما بعد تتكاثر وتسبب عتامة، اللي هي زمان كنا بنقول المية البيضة بترجع تاني. العتامات اللي هي بواقي المايه البيضاء اللي كان زمان يبقى فيه صعوبه انها تتشال بالكامل، دلوقتي بنشيلها بالكامل ونقدر نلمعها كويس، اللي هي اللي بنسميه البولشنج اللي احنا بنعمله ده. التلميع ده من خلال طبعا الميكروسكوبات المتطوره دلوقتي اللي بتخلينا نقدر نشوف حتى الخلايا، يعني الخلايا اللي جوه عدسه العين اللي هي ممكن تتكسر فيما بعد وتعمل المية البيضة تاني أو تعمل العتامة، بنقدر ننظفها بالكامل. دلوقتي بنستعد لعملية زرع العدسة، والعدسة بنزرعها دلوقتي من خلال نفس الفتحة الصغيرة دي زي ما احنا شايفين كده. هي العدسة بتخش من خلال اللي بنسميه الانجكتور ده، محقن زي الحقنة بالظبط، بنخش بيها
ومن خلال نفس الفتحة الصغيرة دي هي العدسة نفسها بتدخل وتفرد نفسها جوه في مكانها الطبيعي. احنا بنساعد انها تفرد بسرعة، ندخلها في مكانها وهي نفسها بتاخد وقتها وبتفرد في نفس مكان العدسة اللي اتشالت. وبعد كده نخش نكمل تنظيف مكان المية. العملية بتاخد في حدود 5 دقايق لـ7 دقايق تقريبا. والمريض اول ما بيروح بيشيل الغطاء من على عينه ويقدر يمارس حياته في نفس اليوم طبيعي. الحمد لله على السلامة يا استاذ سامي، كل حاجة تمام ما شاء الله على عمليتك. غطى على عينك لحد ما تروح، وزي العين الأولانية تشيل الغطا وتحط قطراتك على طول 6 مرات في اليوم وعينك مكشوفة. من بكرة تتوضى تستحمى تخرج تصلي زي ما انت عايز، مفيش موانع ولا قيود. ودي كانت عملية المية البيضة زي ما شفنا، تقريبا ما خدتش أكتر من 5 دقايق، وبقى في تكنولوجيا بقى الموضوع بقى سهل جدا. لكن بعد العملية يا دكتور ممكن المية البيضة ترجع تاني؟ هي الحقيقة المية البيضة ما بترجعش تاني. ليه؟ لأن احنا بنقول احنا شلنا العدسة العين خلاص، فاستحالة هترجع تاني تتكون. بس هو كان ايه اللي بيحصل بقى؟ كان التقنية القديمة أو التكنيك القديم ما كناش بنقدر قوي نلمع الكبسولة. احنا المية البيضة دي زي ما بنقول كده زي العدسة، احنا بنشيل العدسة وبنسيب الكبسولة اللي ورا دي نحط عليها العدسة الجديدة اللي احنا هنزرعها. زمان كان الإمكانية شوية في الرؤية والإمكانية في العملية محدودة، ما كناش بنقدر نلمع الكبسولة دي كويس، فكان بعد فترة بتعتم تاني. هي نفس الكبسولة نفسها بتعتم تاني، وكانت بتبقى محتاجة تنظيف بالليزر. هي كانت إجراء سهل لكن ده كان بيحصل الحقيقة، وكان بيضايق المريض شوية ان هو عمل عملية وتصور انه مش هعمل حاجة تاني. فعشان نقول له دي عتمت ومحتاجة تنظيف بالليزر بيبقى شوية متضايق. مع التقنيات الجديدة زي ما احنا شايفين ميكروسكوبات اتطورت قوي، وبقى معدلات احنا بقينا نشوف كويس قوي، لدرجة ان احنا بنقول احنا بنشوف الخلايا تقريبا، يعني الخلايا اللي هي مبطنة الكبسولة دي احنا بنشوفها فعلا يعني. فبقينا نقدر نعمل التلميع او البوليش ده كويس جدا، ما بيتبقاش من الخلايا دي حاجة، هي دي اللي بتبقى قادرة على انها تعمل العتمة دي تاني. فقلت جدا نسبة ان يحصل عتمة تاني، او زي ما الناس كانت بتقول زمان ان حكاية المية البيضة ترجع تاني. يعني الوضوح الرؤية بيفضل مستمر وما بيحصلش العتمة اللي بتتكون اللي كانت بتحصل زمان. في نسبة من 10-15% من الحالات، النسبة دي قلت جدا لحد لدرجة ان احنا يمكن ما بقيناش يعني كل فترة طويلة، ويمكن تحصل أكتر في الصغيرين السن، هما اللي بيحتاجوا حكاية التلميع، نسميها تلميع العدسة أو شيل العتامة. طب بالنسبة برضو لمرضى السكر أو مرضى الضغط ممكن يقدروا إن هما يعملوا العملية؟ مريض الضغط ما فيهوش مشكلة، احنا بنقول العملية نفسها بتاخد 5 دقايق وما فيش تحضير كبير قوي في بالنسبة للمريض، أكتر ان هو يظبط ضغطه على قد ما يقدر، يعني ما بنلزموش الحقيقة بمعدلات قاسية زي الأول. مريض السكر له اهتمام خاص شوية. مريض السكر لازم نكشف عليه بدقة شوية أكتر. قاع العين محتاج مننا فحص أدق. لو في أي مشاكل من السكر على الشبكية وده بنأكد عليه لازم تتعالج الأول قبل شيل المية البيضة، علشان لما نعمل المية البيضة يكون المريض أولا ياخد نتيجة أفضل من شيل المية البيضة، ثانيا مضاعفات السكر على الشبكية بتزيد شوية بعد شيل المية لو ما كانتش واخدة حقها في العلاج. يعني تتعالج الأول تأثير السكر على الشبكية لو كان موجود، وبعديها نشيل المية البيضة. مريض السكر محتاج شوية العملية تتعمل بسرعة.
محتاج انواع العدسات اللي تتحط تبقى عاليه الجوده، لان هم جسم مريض سكر شويه حساس وقابل للتفاعل بشكل اكتر. طبعا مش هناكد على احتياطات التعقيم والكلام ده، المفروض انها عاليه مع الكل، بس مريض السكر معرض اكتر من غيره لان مناعته اقل شويه للالتهابات. بالظبط. طيب العمليه دي يا دكتور برضو ممكن ان هي تعالج طول او قصر النظر؟ دي نقطه مهمه جدا الحقيقه. الحقيقه ان العمليه نظرا لانها بقت سهله كده، احنا طبيعي واحنا بنشيل الميه البيضاء بنصلح لو المريض ده عنده قصر نظر، لو عنده طول نظر، بقى دلوقتي كمان لو عنده استجماتيز بنقدر نصلحه له مع العمليه. لان احنا ما بنشيل العدسه، بنزرع عدسه مكانها، فنقدر بسهوله نتحكم في المقاس اللي هيطلع للشخص في النهايه، فنقدر نطلعه مظبوط كويس. مش بس كده بقى، ده هو التطور، النقله الثانيه ان بقينا نعمل العمليه دي لبعض الناس بالذات السن الكبير كاحد طرق تصحيح الابصار. يعني هو عنده قصر نظر شديد او طول نظر درجه كبيره، نعمل له العمليه دي علشان نصحح النظر حتى لو هو ما عندوش ميه بيضه. يعني هو ما عندوش ميه بيضه، بس الحل ليه لو الليزك مش مناسب ليه او حتى ميه بيضه مبادئ بسيطه بنعملها له، علشان يعني بنستغلها علشان نصلح له قصر النظر او طول النظر او استجماتيزم مصاحب. النقله دي حصلت ليه؟ مع التقدم اللي حصل ده، يعني التقدم اللي حصل ده والعمليه بقت اسهل وبقتش تاخد وقت طويل ونتائجها احسن، والمريض ما بياخدش وقت بعد العمليه طويل في فتره النقاهه ويقدر يمارس نشاطه على طول. دي شجعتنا ان احنا نعتبر العمليه دي احد طرق تصحيح الابصار في كبار السن حتى لو الميه البيضاء عنده مش كثيفه. يعني مش لازم استنى لما الميه البيضاء بقى تستوي او نستنى لما تقفل خالص او تتقل خالص والمريض ما يبقاش شايف كويس علشان نعمله العمليه، لا، ده احنا مجرد ما نشوف ميه بيضاء نستغل الفرصه ونعملها له كطريقه لتصليح النظر اللي عنده. طب الميه البيضاء برضو ممكن تيجي، يعني احنا يمكن بنسمع عنها دايما انها بتيجي لكبار السن، بس ممكن تيجي الاطفال او تيجي سن شباب او صحيح؟ تيجي طبعا، تيجي لاي حد زي ما بنقول كده للاسباب الثانيه بقى، مش نتيجه الايجنج بقى، يعني نتيجه عيوب خلقيه، فتيجي للاطفال، وساعات بتيجي الاطفال مع الولاده، يعني من يعني بنكتشفها بيتولد وعنده ميه بيضاء نتيجه عيوب خلقيه حصلت اثناء الحمل. بتيجي في الصغيرين سواء اطفال او شباب مع التهابات داخل العين مع اصابات، ودي كتير في الصغيرين. خبطه سواء فيها فتحت العين او خبطه ببوكس او بكوره او حاجه ممكن انها تجيب ميه بيضاء في سن الصغير. طب برضو عايزين نعرف يا دكتور ايه الجديد في زرع العدسات؟ الحقيقه العمليه دي اصلا شهدت مراحل من التطور، نفس العمليه كتكنيك والحاجه الثانيه اللي هي زرع العدسات. العمليه ايه التطور اللي حصل فيها؟ كل ماده عمالين نصغر في حجم الفتحه اللي احنا بنخش نفتت من خلالها العدسه، لحد ما وصلت يعني تقريبا اصغر حاجه ممكنه دلوقتي بقى، يعني مش هيبقى اصغر من كده، تقريبا اقل من 2 مللي. دي حاجه. نوع الطاقه اللي بتستخدم في تفتيت العدسه حصل فيها تطور بحيث انها تبقى اكثر كفاءه، ما تاخدش وقت طويل العمليه، كميه الطاقه اللي بتطلع في الاخر ما تبقاش تاثر على الانسجه. العدسات بقى كمان حصل فيها تطور كبير، زي ما بنقول بقينا نصلح قصر النظر طول النظر، دلوقتي بقى طلعت عدسات تصلح الاستجماتيزم. بقى في عدسات دلوقتي اللي هي بنسميها الاسفيريك لينسز، دي عدسات احنا اكتشفنا الحقيقه ان كبار السن بيحصل فيهم شويه تغيرات في تحدب القرنيه وكده تخلي الرؤيه بالذات الرؤيه الليليه اقل حده. فعملنا تطوير في السطح بتاع العدسه اللي بتتزرع بحيث انها تعادل التغير اللي حصل مع السن. فبقى حده الابصار اللي بتحصل بعد العمليه للمريض لما نحط له العدسات الجديده دي تبقى اكتر من حتى العين السليمه بتاعته، يعني عينه السليمه لو ما فيهاش ميه بيضاء هو يبقى شايف بالعين دي اكثر حده واكثر دقه بالذات في الرؤيه الليليه، علشان التعديل اللي حصل في السطح الامامي بتاع العدسه خلى الكواليتي بتاعت الصوره اعلى كتير. دلوقتي بقى كمان في حاجه اسمها مالتي فوكال لينس، يعني في عدسات متعدده البؤره زي النضاره المالتي فوكال.
الشخص ممكن يبقى معاها مش محتاج لا يلبس نظارة للبعيد ولا يلبس نظارة للقريب. لو كسر او طول النظر بتصلح البعيد والقريب. يعني احنا دايما بنقول ان المريض لما بنعمل له المية البيضة بنصلح له المسافات كويس وبيحتاج نظارة للقراية. مع العدسات الجديدة دي اللي هي المالتي فوكال ما بيبقاش محتاج لا للبعيد ولا للقريب. هي الحقيقة بس بنختارها لمجموعة معينة من الناس احنا بننتقيها، مش كل الناس بتصلح لها بشكل كبير جدا، لكن على كل حال بقت إمكانية متاحة بتنفع لمجموعة من الناس بقت تصلح مشكلة ان هو بقى محتاج نظارة القراية، لان في ناس يمكن ما يناسبهاش قوي بطبيعة حياتها انها تلبس نظارة للقراية اصلا. ففي الحالة دي هو بيجي يطلب مننا ان احنا نعمل له حاجة تصلح له البعيد كويس وما يبقاش ملتزم قوي باحتياجه لنظارة القراية. الخامات بتاعت العدسات نفسها حصل فيها تعديلات بحيث انها بقت تخش من خلال الفتحة الصغيرة جدا دي، وبقت عدسات رقيقة تتحقن زي ما احنا شفناها كده في العملية من خلال الفتحة الصغيرة وتفرد نفسها هي جوه تاخد المكان الطبيعي من غير ما نبقى محتاجين نفتح فتحات كبيرة علشان ندخلها فيها. طب تغيير العدسات يا دكتور دي ممكن تسبب حساسية اللي بيعمل العملية؟ لا 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 خالص. العدسات اللي بتتزرع دي الخامة بتاعتها أو الخامات الجديدة عالية الجودة، ما بتعملش أي تفاعلات ولا أي التهابات، وهي جوه العين فما بتعملش حساسية. يعني عشان الناس ساعات بتتصور إن في مقارنة بينها وبين العدسة اللاصقة. لا، العدسات اللاصقة دي حاجة خارج العين وفي احتكاك وبتعرض للجو، فوارد إنها تعمل حساسية وتجمع عليها أتربة وإلى آخره. لكن العدسات بتاعت عملية المية البيضة دي بتتزرع داخليا وبالتالي طبعا لا تتعرض للجو وملهاش اي علاقه لا بالحساسيه ولا بالالتهابات ولا الكلام. بشكرك يا دكتور. النهارده كان معانا استاذ دكتور محمد حامد، استاذ جراحات العيون بكليه الطب وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، واستنونا فقرات جديده ودريم كلينك.